يوميا بنشوف مرضى جدا محبطين من موضوع انه ساوي عمليات جيوب انفيه، جاي ساوي عمليات اللحميات، ساوي عمليات للنتوءات الانفيه، وانه بيضطروا مره ثانيه يساوي عمليات ثانيه لانه الموضوع رجع او المشكله رجعت. انا بقول لهم للمرضى اذا كنت عم تفكر بموضوع الجيوب الانفيه وموضوع البوليبس النيزل بوليبس او اللحميات كموضوع جراحي، نصيحتي لكم ما تسوي عمليه لانه المشكله حترجع. بس حقيقه احنا هلا كلنا نعرف انه هذه النتوءات هي نتوءات التهابيه، وانه اذا اعطينا المريض احنا جرعات كبيره شويه من الكورتيزون لفترات طويله شوي المشكله بتختفي. بس حقيقه كاطباء ما بنقدر نسوي هذا الشيء، لانه الكورتيزون لفترات طويله له 100 قصه وقصه بيسبب 100 مصيبه ومصيبه. فاحنا الحل لهذه المشكله هو نوصل الكورتيزون للمنطقه هذه مصدر اللحميات بدون ما نوصلها لبقيه جسم الانسان. احنا في طرابيش شتامبرجر ايرن ساينس انستيتيوت وصلنا لطريقه معينه بحيث انه ننجز هذا الشيء. وحقيقه اذا المريض، انا بقول للمريض انت سويت العمليه بالطريقه الصحيح واخذت الادويه بالطريقه الصحيح وتابعت في الطريقه الصحيح، مستحيل تقريبا ان ترجع هذه المشاكل للانف.